مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. أخبارنا كالعادة متنوعة ومختلفة، وعندنا العديد والعديد من الأمور اللي هنتكلم فيها سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وبالتحديد فيما يتعلق بآخر أخبار نادينا العظيم النادي الأهلي. الجزء الثاني من حلقة النهاردة كالعادة هيكون معنا الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنستفيد في الحديث في كل الأمور والملفات على الساحة الرياضية المصرية بالتحديد. كمان النهاردة في سؤال للحلقة، وهو مش سؤال، هي رسالة من حضراتكم لو حابين توجهوها لنجم نجوم النادي الأهلي محمد محمود بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي. نتمنى له يا رب بإذن الله العودة سريعا. الموضوع صعب، هنتكلم عليه بالتفاصيل بعد ما نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة. يلا بينا. الأهلي يتلقى 3 عروض لإقامة معسكر خارجي في نوفمبر. تأكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي. محمود متولي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية. منتخب مصر يحافظ على المركز 49 بتصنيف الفيفا. البدري يطلب إقامة مباراة كينيا بتصفيات أمم أفريقيا على استاد القاهرة. وفد من الكاف يعاين استادات أمم أفريقيا تحت 23 سنة. أزمة بين الفيفا والكاف بسبب مونديال الأندية في الصين. موضوع صعب قوي بصراحه، يعني حاجه محزنه جدا جدا لكل جمهور الكره المصريه، مش لجمهور النادي الاهلي بس، وما بالك كمان للاعب نفسه اللي قعد على مدار 9 شهور كامله بيأهل نفسه من الاصابه الاولى اللي كانت ايضا رباط صليبي، مع تاني مباراه ليه مع النادي الاهلي منذ انضمامه في شهر يناير الماضي. فبالتالي خبر كان مزعج جدا ومؤلم جدا لكل الجماهير. ربنا يا رب يشفيه ويرجعه بسرعه باذن الله، واعتقد هياخد 8 9 شهور كمان اكيد، وخصوصا الاصابه مش في الركبه الاولى، الحمد لله هي في الركبه الثانيه. فبالتالي يعني خلاص، يعني معنى ان الركبه الاولى كانت كويسه، فان شاء الله الركبه الثانيه باذن الله تبقى كويسه زيها بعد الاصابه دي. وامبارح اللي حصل ايه بالظبط؟ هو كان في التمرين وبيتمرن عادي بشكل طبيعي جدا مع زمايله في الملعب. دي لقطات بالمناسبه من مران الامس، ومحمد محمود اعتقد اللي قدامنا في الصوره ده. فبالتالي خلال المران فجأة كده هو حس بألام في الركبة من غير أي تدخل من أي حد. دي آخر لقطات لمحمد محمود في التدريب امبارح، التدريب الأخير للنادي الأهلي بالأمس، النهارده في تدريب بالمناسبة، لكن هو كان بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي. فجأة كده حس بألام في الركبة الأخرى، مش اللي عمل فيها الجراحة يعني، وأول ما حس بهذه الألام خرج على طول مباشرة. دكتور خالد محمود يعني مبدئيا كده ما رضيوش يقولوا أي نتيجة مبدئيا، فاللاعب توجه على طول لاحدى المستشفيات علشان يعمل اشعه. بعد ما اتعملت الاشعه كان في شكوك كبيره جدا انه رباط صليبي، قطع في الرباط الصليبي. بعد كده الاشعه دي راحت لالمانيا، تم ارسالها هناك للطبيب الالماني اللي اكد اصابه اللاعب بقطع في الرباط الصليبي. الف مليون سلام عليك يا محمد، لعيب كبير وهنفضل ننتظرك. انتظرناك 9 شهور، هنستناك 9 شهور تانيين باذن الله
وهنفضل مستنيينك لان جمهور النادي الاهلي متشوق جدا جدا، وكنا مستنيين في الحقيقه اول ماتش رسمي للنادي الاهلي عشان نشوف محمد محمود. هو كان شارك في مباراه العالمين الوديه، وبالمناسبه كان تالق بشكل كبير قوي قوي في هذه المباراه، وفي التدريبات كلها كان بيتالق مع النادي الاهلي فور جاهزيته بنسبه 100%. لكن هو النصيب وقدر الله ما شاء فعل، المؤمن دايما مصاب، وهو عنده الاراده والعزيمه المطلوبه اللي تخليه باذن الله يرجع من الاصابه دي. بالمناسبه ناس كتير جدا جالهم الاصابه دي اكتر من مره، يعني مثلا احمد حجازي جاله مرتين قطع في الرباط الصليبي وما شاء الله عليه دلوقتي حاجه جامده جدا. حسني عبد ربه نجم الكره المصريه الكبير ونجم نادي الاسماعيلي يعني، كان لاعب طبعا وسط الملعب لمنتخب مصر يعني، جاله قطع في الرباط الصليبي مرتين ثلاثه كمان وكان بيرجع وبيبقى كويس. احمد حسن جاله، سيد معوض، عماد متعب اعتقد جاله رباط صليبي لما كان في السعوديه. اصابات كتيره جدا جدا بالتحديد فيما يتعلق بهذه الاصابه، والناس رجعت زي الفل واحسن من الاول كمان. ان شاء الله باذن الله يكون نفس الامر بالنسبه لمحمد محمود نجم النادي الاهلي منتخب مصر، وبالمناسبه كان موجود في قائمه المنتخب الاولمبي لبطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، لكن للاسف حظه كان سيء جدا، وان شاء الله يعود سريعا، واحنا هنفضل نسنده وندعمه بكل تاكيد. ده فيما يتعلق بمحمد محمود. طيب، في جزئيه مهمه جدا ومبادرة غاية في الأهمية من قناة النادي الأهلي، وفي هاشتاج كده بتطلقه قناة النادي الأهلي تحت مسمى منافسة لا خصومة في إطار نبذ التعصب، وهي مبادرة من قناة النادي الأهلي. هذه القناة الفئوية اللي بتنتمي بكل تأكيد، وهي قناة رسمية لكيان كبير زي كيان النادي الأهلي، فبالتالي مبادرة مهمة جدا ورسالة غاية في الأهمية لكل الانتماءات المختلفة للجماهير. يا جماعة احنا عايزين نشجع كورة بس، المنافسة دايما بتبقى في الملعب، مش عايزين أي منافسة خارج الملعب، لأن ده هيبقى شيء مهم قوي، والموضوع ده هو اللي هيساعد في عودة الحياة الرياضية الكروية بالتحديد في مصر. خلاص أزمة عدت، أزمات كتيرة جدا عدت كمان، مش الأزمة الأخيرة بس، لكن الأهم دايما أن أنت تفكر في اللي جاي، الأهم دايما أن أنت تحاول تتجنب وتتفادى تكرار مثل هذه الأزمات. هيحصل إزاي الكلام ده؟ من خلال المسؤولين، وأنا قاصد أبتدي بالمسؤولين. ليه؟ لأن المسؤولين هم بتصريحاتهم في بعض الأحيان بيخلقوا نوع من أنواع التعصب ونوع من أنواع الشحن ما بين الجماهير. احنا عندنا جمهورين كبار جدا جدا، جمهور النادي الاهلي جمهور نادي الزمالك، الاثنين بيكملوا بعض في الاخر لما بيبقى في ماتشات لمنتخب مصر، الاثنين بيبقوا قاعدين جنب بعض. فبالتالي كل المشاحنات وكل الامور اللي بتحصل دي بشانها بتعمل ايه بس؟ بتوقف الكوره، بتعمل مشاكل، ازمات زي ما احنا شفنا كده وعشنا. فلازم نبتدي بالمسؤولين، المسؤولين الاول باذن الله يحاولوا ان هم يتجنبوا التصريحات المثيره، التصريحات اللي فيها اساءة، لان انت لما بتسيء لحد، الحد ده مش هيسكت طبيعي. الناس بني ادمين يعني، كل الناس، محدش هيسمع اساءته ويسكت، هيضطر يغلط، ينتقد، سواء بقى من خلال السوشيال ميديا، من خلال شاشات التلفزيون، من خلال اي وسيله من الوسائل يعني. وده اللي احنا مش عايزينه، ما نتمناهوش خالص. فبالتالي هي مبادره مهمه جدا، وانا عايز احيي اداره قناه النادي الاهلي في الحقيقه على التفكير في هذا الاتجاه، والتفكير في كيفيه التخلص ونبذ التعصب في الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام، لأن احنا عايزين المنافسة، وانت في الملعب قاعد بتشجع فريقك بإذن الله لما الجمهور يعود شجع بكل حماس وقوة، اعمل اللي انت عايزه في إطار طبعا عدم الإساءة للمنافس خالص، اعمل اللي انت عايزه، خد راحتك بره الملعب. المناوشات اللي بتحصل والكلام في الميديا وعلى تصريحات بعض المسؤولين ملهاش لازمة، وهي اللي بتؤدي في الاخر ايه؟ لتاجيل مباريات زي مباراه اهلي وزمالك مثلا، القمه مثلا، وتحديد ميعاد ليها بقى ايا كان هيبقى امتى، بس بعيد، ما بتمشيش بمسابقه منتظمه، لما ما بتمشيش مسابقه منتظمه فده بيأثر على الكره في مصر، بيأثر على المنتخبات المصريه، فبالتالي بتعطل كتير قوي، بتعمل ازمات كتير جدا، بالتالي احنا اللي خسرانين كلنا كجماهير مصريه، احنا اللي خسرانين، لان في الاخر المنتخب المصري بيتاثر زي ما شفنا منتخب مصر الاول في بطوله الامم الافريقيه، للاسف تاثرنا جدا جدا، خرجنا من دور 16 في مفاجاه توقعناها مع بدايه البطوله، لكن قبل البطوله ما كناش نتوقع كده، توقعنا ان احنا نخرج لما شفنا الشكل طبعا السيء جدا للجهاز الفني واللاعبين في الملعب يعني. لكن ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن عدم انتظام مسابقه، ان عدم انتظام المسابقه ناتج عن ايه؟ ناتج عن التعصب، ناتج عن تصريحات. فبالتالي هي مبادره احنا بندعو من هنا من قناه النادي الاهلي، من قناه النادي الاهلي، بندعو كل البرامج في مصر
مختلف القنوات، كل الاعلاميين الزملاء الاعزاء عايزين يا جماعه نمشي في هذا الاطار، عايزين يا جماعه كل واحد يتكلم في ناديه. لو انت قناه خاصه، قناه فئويه زي قناه الاهلي مثلا او برنامج خاص مثلا بنادي الزمالك، اتكلم عن ناديك بس، اتكلم على كيفيه تدعيم ناديك، كيفيه نبذ التعصب، دورك كمان مش احنا بس، دورك انت كمان. القنوات الاعلاميه اللي هي مش متخصصه لاي نادي دورهم كبير جدا جدا، ده شيء مهم قوي لازم نركز عليه الفتره اللي جايه. لو عايزين كره في مصر، لو عايزين الامور تمشي بالشكل الجيد، فالدور علينا كلنا كاعلاميين، كجمهور مصري، الجمهور كله اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي اتحاداوي، اي جمهور في مصر، اي انتماء لاي فرد في مصر، انتمي وشجع وآزر وتحمس في التشجيع واعمل كل اللي انت عايزه، لكن في اطار معين، وهو دون التطرق للاخر ودون الاساءه للجانب الاخر، لان ده هيبقى شيء مهم جدا. فمن هنا احنا بندعو لهذه المبادره وهذا الهاشتاج اللي اتمنى ان هو ينتشر بشكل كبير جدا، والهاشتاج اكيد محطوط على الشاشه، محطوط على الشاشه قدامكم اهو، منافسه لا خصومه. وده شيء مهم قوي، لان دايما المنافسه بتبقى في المستطيل الاخضر او في اي لعبه من الالعاب الجماعيه او الفرديه، نافس براحتك، لكن بره الملعب خليك باحترامك واخلاقك اللي انت دايما متربي عليها، عشان ده هيبقى شيء مهم جدا وهيساعد على التطور الدائم للكره المصريه، وهيساعد ان احنا نتمتع بالدوري ونشوف دوري منتظم ونشوف مسابقات محليه مختلفه ونشجع فرقنا في افريقيا. نتمنى كل الفرق المصريه بتشارك في افريقيا كل التوفيق، نتمنى التوفيق لنادي الزمالك النهارده، نتمنى التوفيق لبيراميدز والمصري في بطوله الكونفدراليه. خلاص اي حد منتمي لمصر، اي حد بيلعب باسم مصر، نتمنى له كل التوفيق. لما مثلا فرقتين في بطوله واحده يتواجهوا، شجع فريقك، ما تفكر، ما فيهاش هزار طبعا. لما يبقى معاك في البطوله مثلا الزمالك، عادي جدا تتمنى ان الزمالك يخسر عشان ما تقابلوش مثلا، ممكن تبقى مقابله صعبه، ممكن تتمنى انك تقابله. نفس الحال بالنسبه للزملكاويه، خلي الموضوع في اطار تنافسي بحت فقط ليس الا، لان ده هيبقى شيء مهم قوي. وبالمناسبه يعني بالمناسبه، دور الاعلاميين اللي موجودين في القنوات الاخرى غير القنوات المتخصصه، ان هم عليهم دور كبير جدا في نبذ التعصب وعدم اثاره الفتنه. لان مثلا في الحقيقه انا بحب اتكلم يعني من الاخر كده، من يومين يعني عرفت ان اعلامي كبير قوي، المفروض يعني ان هو اعلامي كبير جدا، كان بقاله فتره غايب مش موجود على الساحه، ولما رجع عايز يعمل لنفسه دعايه عكسيه بطريقه مختلفه عشان الناس تبتدي تتفرج عليه. ازاي؟ قال لك ايه اكتر حاجه ممكن تجيب لي مشاهده، رغم ان هو طبيعي ان يجيله مشاهده لان هو اعلامي كبير طبعا، لكن قال لك انا ابتدي عشان الناس تعرف بس انا في قناه ايه يتفرجوا عليا، لا انا اشوف اكبر قاعده جماهيريه عند مين؟ عند النادي الاهلي. وطبعا قاعده نادي الزمالك الجماهيريه اكيد كبيره، لكن دايما النادي الاهلي بيبقى القاعده الجماهيريه بالنسبه له اكبر، دي حقيقه. فابتدي اتريق على رئيس النادي الاهلي عشان الناس تروح شايفه الفيديوهات تعرف انا بقيت في قناه ايه، فخلاص انا كده عملت لنفسي دعايه عكسيه عشان الناس خلاص تتفرج عليا في هذه القناه، رغم ان هو مش محتاج يعمل كده بصراحه، هو اعلامي كبير مش محتاج كده خالص. فدورك انت بعد اذنك، بلاش الاسلوب ده، مقفوش قوي، اسلوب مقفوش قوي 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 وملوش اي لازمه، وبتعمل مشاكل وبتحاول ان انت تظهر بشكل الحيادي، لكن في نفس الوقت انت بتفكر في مصلحتك انت بس، ما بتفكرش في مصلحه الكره المصريه. ممكن اي حد يطلع يرد عليك، بس ايه لازمتها؟ ايه لازمتها يا جماعه؟ احنا هنا في قناه النادي الاهلي دايما لما بنيجي ننتقد، حتى لو انتقاد لازع بشكل قوي، في اطار الاحترام، ما بنتجاوزش في اي فرد او في اي شخصيه من غير اساءه، بشياكه من الاخر كده، احنا بننتقد بشياكه، هو ده اسلوبنا. هتتفق معانا في الاسلوب ده اوكي، اتفق براحتك، شايف ان الاسلوب ده غلط دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، لكن احنا دايما بنتعامل باخلاقنا، بنتعامل بطريقتنا بتربيتنا، ده الطبيعي، واسلوب النادي الاهلي على مدار التاريخ معروف بكده. انتقد لما يبقى في ظلم عليك مثلا، او قضيه معينه في الرياضه المصريه، ان احنا ايضا جزء لا يتجزا من الرياضه المصريه، انتقد براحتك خالص وانتقد بقوه، لكن في اطار الاحترام، هو ده اسلوبنا في قناه النادي الاهلي. عمرنا ما اتريقنا على حد، عمرنا ما شتمنا حد اطلاقا، وانا بتكلم سواء على البرنامج ده او كل البرامج في قناه الاهلي، اعتقد يعني انا ما بتفرجش على كل البرامج في الحقيقه، لكن في نفس الوقت انا عارف زمايلي هنا عاملين ازاي ومدى احترامهم واخلاقهم واسلوبهم المميز يعني. فان شاء الله نتمنى الكل يكون في نفس هذا الاطار ونفس هذا السياق، علشان مصلحه الكره المصريه في الاخر، ومحدش يحاول ان هو يثير الفتنه بطريقه او باخرى عشان مصلحته الشخصيه ويجيب اكبر نسب مشاهده، حتى لو هو اعلامي كبير مش محتاج للكلام ده، ودي حاجه غريبه كانت بالنسبه لي قوي يعني.
فنتمنى ان الكل بدايه من النهارده او بدايه من انتهاء الازمه الاخيره ان الكل خلاص يفكر في مصلحه الكره في مصر وننبذ التعصب وهاشتاج منافسه لا خصومه ومبادره مهمه جدا من قناه النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى ان تفعل بالشكل المميز واللي يكون في صالح الكره المصريه. دي جزئيه كانت غايه في الاهميه. في جزئيه اخرى مهمه قوي وامبارح شفنا تصريحات الكابتن محمود الخطيب التصريحات الصحفيه واللي اتكلم فيها في العديد من النقاط وكلها نقاط في الحقيقه مهمه جدا جدا جدا. وهي رد على كل من يحاول اظهار النادي الاهلي بانه الخسران من هذه الازمه، وتاني وتالت الاهلي ما خسرش ومفيش اي حد فاز في نفس الوقت، الكل خسران، الكره المصريه هي اللي خسرانه، مش هي دي الجزئيه بقى اللي عايز اتكلم فيها، لكن الجزئيه الحيثيات النقاط اللي اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب وهي نقاط غايه في الاهميه. واول نقطه بالنسبه لي مهمه قوي قوي ان يا جماعه السبب في هذه الازمه زي ما قال كده الكابتن محمود الخطيب معنى الكلام يعني ان الناس كانت بتتكلم باسم الجهات الامنيه وده اثار شكوك عند النادي الاهلي فبالتالي خد موقف. ادي رقم واحد، فمطالبه للناس لما عايز تيجي تصرح صرح باسم ناديك، صرح باسم اي حاجه انت بتحبها منتمي ليها دون التطرق لمؤسسه كبيره جدا زي مؤسسه الامن في مصر، يعني ما ينفعش تتكلم باسمهم اطلاقا خالص. دي نقطه. التساؤل اللي كان عند الكابتن محمود الخطيب كمان توقيت الاعلان عن قرار تاجيل مباراه القمه، خصوصا ان تم تسريب القرار لبعض المسؤولين اللي اعلنوا قبل ما القرار يتم الاعلان عنه، فمما اثار الشكوك ايضا عند النادي الاهلي، لان التوقيت كان الساعه 1 بالليل او 12 بالليل، فايه الفكره في التوقيت؟ فانت برضو اللي عملت المشكله بتوقيت ده، بتوقيت زي ده، استنى ميعاد معين، ميعاد مناسب، ويكون اصلا قبل كمان تاجيل اي شيء يبقى في تشاورات، في اعلام للمسؤولين سواء هنا او هنا او هنا. ده طلب منطقي جدا وضروري، وفي الحقيقه النقاط كلها منطقيه وضروريه. من ضمن كمان النقاط المهمه العداله ومواعيد المسابقه والمساواه في المسابقه، وده شيء مهم جدا ان لازم انت تحافظ كاتحاد كوره على مواعيد مسابقتك لان ده اللي هينجحها. من ضمن كمان الامور التنسيق بشكل مبكر قبل تحديد مباراه القمه المقبله او اي مباراه اخرى. لو في ازمه في مشكله نبتدي من بدري، ما نجيش قبل المباراه بيومين ثلاثه ونقول يا جماعه الماتش اتاجل، الاصل مش عارف اي حد ايه الحيثيات، ايه الكواليس، في ايه مشكله، توضح الامور يعني ما فيهاش اي حاجه، وضح الامور بس. انا بتكلم لاتحاد الكوره يعني المسؤولين عن الكوره في مصر. وده كلام الكابتن طبعا محمود الخطيب. تطرق كمان لاهميه عوده الجمهور خلال المرحله الجايه، ولازم يبقى في دور واضح من الجميع، جميع المسؤولين على كيفية المساعدة في عودة الجمهور المصري للمدرجات، مش بس جمهور النادي الأهلي أو الزمالك أو غيره، لازم الكل يرجع لأن الجمهور عودته المدرجات هتضفي متعة وإثارة كبيرة جدا كلنا بنستناها وحشانة قوي من أيام زمان لما كنا بنتفرج على المباريات كاملة العدد، وكان بما فيهم مباراة الأهلي والزمالك بنلاقي المدرج الناحية دي مليان جدا والناحية دي مليان جدا وبنتمتع بالكرة بإثارة المباريات. فعودة الجمهور ده من ضمن النقاط المهمة جدا اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب. من أهم النقاط بصراحة موضوع التحكيم وطلب الكابتن محمود الخطيب بكيفية تطوير الحكام في مصر والمساعدة على كيفية هذا التطور، ومستواهم في الحقيقة لازم يتطور شوية حتى لو في البعض مميز طبعا والبعض ممكن يكون مستواه قليل، لكن لازم أنت كلجنة حكام في الاتحاد المصري لكرة القدم كاتحاد نفسك تحاول تطور من منظومة التحكيم وتحاول تطبق تقنية الفار بأي طريقة من الطرق، لأن ده شيء غاية في الأهمية. وده أيضا الكلام على لسان الكابتن محمود الخطيب وسرعة تطبيق هذه التقنية لأن ده هيبقى مهم قوي. تفعيل دور اللجان، لان احنا عارفين ان في لجان كتيره جدا في اتحاد الكوره لكن ما حدش بيشتغل في اللجان دي او ما حدش بيقول القرارات او ما فيش لوائح محدده في هذه اللجان، بالتالي لما حد يغلط او يبقى في تجاوز معين سواء بقى خارج الملعب او داخل الملعب فانت هتفعل ايه؟ هتقرر ايه؟ ما انت مش حاطط لائحه محدده ومش ما قلتش الانديه كلها على اللائحه دي عباره عن ايه؟ عشان ما يبقاش فيه ايضا بعض الناس يقول لك ما هو بيبقى على حسب اصل الخطا ومش على حسب، لا اعمل لائحه يبقى معروف اللي هيغلط هيعمل كذا ده هيتعاقب كذا، اللي هيغلط هيعمل شيء معين هيتعاقب على طول في المقابل هيبقى العقوبه كذا، فدي نقطه مهمه جدا من ضمن الكلام يعني. وتكاتف كل الجماهير وده شيء مهم ومميز، وبالتحديد فيما يتعلق بجمهور النادي الاهلي واللي واثق جدا الكابتن محمود الخطيب من استمرار مسانده الجمهور لمختلف الفرق الرياضيه داخل القلعه الحمراء، وده شيء مفروغ منه وطبيعي جدا جدا جدا. فان شاء الله نتمنى للفتره الجايه الامور تسير بالشكل المطلوب في صالح الرياضه المصريه في صالح الجماهير المصريه المنتظره كوره حقيقيه في مصر باذن الله. طيب
هروح اتكلم شويه عن مران النادي الاهلي النهارده وتدريبات اخيره قبل اجازه بكره وبعده. تدريبات مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. هتقولي مهمه، هو ليه مهمه؟ احنا الفتره الجايه مفيش ماتشات ولا حاجه. لا، كل التدريبات اكيد مهمه للنادي الاهلي خلال الفتره دي، لان لسه مستر فايلر بيقف على مستويات بعض اللاعبين، خصوصا ان في البعض منهم عائد من الاصابه، سواء سعد سمير مثلا، مروان محسن حتى لو لعب حبه صغيرين جدا مع مستر فايلر قبل الاصابه، لعب 10 دقائق تقريبا يعني واتصاب. فبالتالي ايضا عايز يقف على مستويات البعض اللي ممكن يكون شارك فترات قليله. للاسف هو محمد محمود بس اللي افتقدناه بعد عودته وجاهزيته بنسبه تامه، لكن ان شاء الله يعود سريعا. لكن اكيد التدريبات كلها غايه في الاهميه، وان شاء الله بكره وبعده هيبقى اجازه، بعد كده الفريق يستأنف تدريباته. والتدريبات او الفتره الجايه عباره عن برنامج مقسم لمرحلتين، مرحله هتكون من خلال معسكر خارجي، ومرحله اخرى بعد العوده من هذا المعسكر باذن الله، عشان الفريق يستعد للمرحله المقبله اللي هتكون بعد التوقف الدولي، سواء فيما يتعلق بمباريات الدوري او مباريات دوري ابطال افريقيا. وده شيء مهم وغايه في الاهميه. عايز اطمن على مران الفريق. هروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على التدريبات النهارده والاخبار عندك ايه؟ والله يا امير يمكن ما نخبيش عليك، في البدايه قبل التدريبات حاله حزن كبيره جدا يمكن شايفينها على وجوه كل لعيبه النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، من دخولنا من بوابه المعلمين. يمكن بنتمنى طبعا للمحمد محمود كل الشفاء ان شاء الله باذن الله يعود من جديد. اكيد اكيد يعني الابتلاء ده من علامات حب ربنا للاعداد سبحانه وتعالى. يعني انا اتوقع ان شاء الله باذن الله ان محمد محمود ربنا شايل له حاجه كبيره ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يعود من جديد لصفوف النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني كالعاده وراه ومتواجد معاه جمهور النادي الاهلي دعم كبير جدا. ان شاء الله باذن الله يعود محمد محمود من جديد، مستنيين، ويمكن الناس كلها كانت في شغف كبير جدا ان هي تشوف محمد محمود في ارض الملعب. لكن ان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه تكون مرحله خير بالنسبه له، وزي ما بقول لك ان شاء الله يكون ربنا شايل له حاجه كبيره تسعده ان شاء الله خلال المرحله القادمه. انا بكلمك امير كالعاده طبعا تدريبات النادي الاهلي، الاختلاف هو معسكر فريق النادي الاهلي، ده الاختلاف وده الترتيب، واكيد يعني الاستقرار على المعسكر ان يكون في معسكر من 5 أيام لـ7 أيام تحديده بنسبه كبيره جدا زي ما انت عارف في الامارات. ده امر مهم جدا، المباراه الوديه او المباراتين دي هتكون استعداد قوي لفريق النادي الاهلي. يمكن بعض اللعيبه مش هتكون متواجده في المعسكر، لكن يعني ده وقت محتاج ان يكون في انسجام، محتاج يكون في مستر فايلر ياكد في المباريات الوديه القويه زي المباريات اللي النادي الاهلي بياخدها خارج الارض في دول الامارات او اي دوله عربيه تستقبل معسكر لفريق النادي الاهلي. فيمكن معسكر الاعداد هو اللي طاغي وهو اللي فيه فكره دلوقتي، وفي ترتيب كبير جدا من جانب مجلس الاداره مع الكابتن سيد مستر نيو فايرر، بحيث ان المعسكر يطلع بشكل مطمئن وشكل مميز جدا. اقدر اقول لك يمكن من خلال معلوماتنا المعسكر تم تحديده ممكن بنسبه كبيره الفتره يكون يوم 31 نهايه الشهر ده، المعسكر من 5 لـ7 أيام، مباراه واحده او مباراتين امير لسه لم يتم التحديد، لكن بنسبه كبيره لو 5 أيام هتكون مباراه واحده، لو 7 أيام هيكون مباراتين. النهارده للتدريب فقرتين او 3 فقرات النهارده متنوعه كالعاده، لرفع معدلات اللياقه البدنيه من 15 لـ20 دقيقة في بدايه المران، ثم كالعاده مستر لين فايلر بيحاول ان هو تقسيمات متواصله للاثنين باثنين واحد بواحد، كلها حاجات فيها رفع المعدلات طبعا اللياقه البدنيه، ومنه ايضا كمان التركيز بشكل كبير على كل الجمل التكتيكيه، حراسه المرمى كالعاده، تدريبات قويه، تعديلات مكثفه للجميع. لكن الشيء المطمن ان احنا عاشور النهارده امير شفناه بيتدرب في التدريبات الجماعيه، يمكن يعني عاشور كان غايب عن التدريبات الكابنه اللي كانت الركبه كانت مأثره عليه، الحياه كانت جيم بالنسبه له خلال الايام الماضيه، لكن النهارده الحمد لله طمنا عليه بشكل كبير حسام عاشور ان هو متواجد في ارض الملعب، شارك في التمرين بشكل كامل. يا كريم سامعك يا جميل؟ معلش، بشكل كامل عاشور بيشارك بشكل كامل بشكل طبيعي؟ النهارده يمكن كان في بعض تدريبات الكره الطايره، كان بيلعب طبعا كره طايره بالرجل، طبعا كان بيلعب مع لعيبه، وبعض تدريبات الكره النهارده واضح ان هو يعني مع الاجازه يومين وبعد العوده هيكون مشارك بشكل كبير كل الجرعه التدريبيه اللي هياخدها النادي الاهلي يوم الاحد، بجانب طبعا استمرار محمود متولي في التاهيل. مروان محسن يعني لسه شويه متعود على موضوع القناع ده، كنا قلنا قبل كده ان القناع يعني مزعج شويه في لبسه وتركيز معاه، لكن مروان واضح من تركيزه وجديته واضح بشكل جيد وطيب جدا ان هو ان شاء الله هيعود من جديد للتالق سواء مع منتخبنا الوطني او مع النادي الاهلي. وكريم نزل ايضا كمان بيواصل التاهيل، كل الامور يعني الحمد لله مطمئنه ومبشره، ويعني ان شاء الله بنتمنى ان المعسكر
القادم لفريق النادي الاهلي وسيدي سمار، ويكون في استفادات فنيه اللعيبه ان شاء الله تستفيد، والجهاز الفني ايضا كمان يستفيد من هذا المعسكر. انا معاك يا امير لو في اي معلومه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم مراسلنا العزيز من رئيس قناه الاهلي كريم احمد، قال لنا كل الاخبار تتعلق بتدريبات النادي الاهلي اليوم وقبل اجازه الغد وبعد غد باذن الله للفريق. عايز اروح سريعا اروح اشوف اخبار الاهلي في الصحف النهارده، يلا بينا. الأهرام، الخطيب بعد انتهاء أزمة مباراة القمة أطالب اتحاد الكرة بتطبيق تقنية الفار وتفعيل لجان الانضباط والتظلمات. المصري اليوم، ارتياح في الأهلي بعد تأجيل الدوري، الخطيب يشكر صبحي والقيادات الأمنية لكشفهم كواليس قرار ترحيل القمة واشتباه بإصابة محمد محمود بالصليبي. الأخبار، الأهلي ينتظر موعد الكأس، عبد الحفيظ نفاضل بين ثلاثة عروض عربية لإقامة معسكرات. الأخبار المسائي، معسكر طويل للأهلي، فايلر يجهز ملامح فترة التوقف ويفكر في منح الأجانب راحة. الوفد، فايلر يعيد ترتيب أوراق الأهلي بعد توقف الدوري واتجاه لإقامة معسكر بالإمارات. المساء، الأهلي يفتح ملف الصفقات الشتوية مع فايلر، إصابة محمد محمود بصليبي جديد، المدير الفني في أجازة أول نوفمبر، مروان يظهر بالقناع الواقي بعد حقنة البلازما، متولي يعود للملاعب بعد أسبوعين. بعد أسبوع. الشروق، الأهلي يبدأ التحرك مبكرا في ملف صفقات يناير، بدء التفاوض مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي، مصدر قيمة الصفقة قد تصل إلى 5 ملايين دولار، وإيريك تراوري على رادار فايلر، الجهاز الفني يدرس إقامة معسكر خارجي في فترة التوقف. واليوم السابع، الأهلي يجهز مستحقات محارب وشريف وناصر ماهر، تغيير ألوان القميص في الموسم الجديد لمضاهاة الفرق العالمية، وفايلر يبحث فترة الإعداد في غياب الدوليين. طيب أخبار كتيرة متعلقة بالنادي الأهلي، نبتدي بجريدة الأهرام. جريدة الأهرام اتكلمت على إيه النهاردة؟ وقالت ايه عن النادي الاهلي؟ قالت تصريحات الكابتن محمود الخطيب بالامس، ان الخطيب بعد انتهاء ازمه مباراه القمه وطالب اتحاد الكره بتطبيق تقنيه الفار، وده من اهم الطلبات زي ما عرضناهم على حضراتكم كده مع اول الحلقه، وزي ما اتكلمنا فيه امبارح مع ضيفنا العزيز الاستاذ عصام شلتوت واستفضنا في الحديث في هذه الجزئيه. فالفار ده مهم قوي، ومهم قوي كمان تفعيل لجان الانضباط والتظلمات، وده او دي امور غايه في الاهميه طالب بها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. وكلها ايه؟ كل الامور دي في صالح الكره المصريه مش في صالح النادي الاهلي بس، وده اللي احنا كنا بناكد عليه دايما على مدار ايام الازمه خلال الايام اللي فاتت، ان الاهلي بيتكلم في مصلحه الكره المصريه مش بيتكلم في مصلحته بس، ده شيء مهم. نروح لجريده الاخبار، ان الاهلي ينتظر مواعيد الكاس. كان يقال ان ممكن الكاس يتلعب في الفتره اللي فيها بطوله الامم الافريقيه، فبالتالي هل هيبقى في كاس من غير دوليين؟ فالاهلي عايز يعرف برضو مواعيد ايه، بس الاقرب ان الادوار التمهيديه هي اللي هتبقى موجوده في الفتره اللي فيها كاس الامم، والادوار اللي هيكون فيها انديه من الدوري الممتاز هتكون بعد انتهاء كاس الامم، يعني بدايه من دور ال 32 هيكون بعد انتهاء كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. عبد الحفيظ نفاضل بين ثلاثه عروض عربيه لقمه معسكرات، في الغالب هيبقى في الامارات ان شاء الله باذن الله، وزي ما قال لنا كريم كده من يوم 31 وهيستمر على مدار من 5 لـ7 ايام، فان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. الاخبار المسائي بتقول معسكر طويل للاهلي، هو مش طويل، خمس ايام 6 7 ايام بالكثير، يعني ده يعتبر معسكر مش طويل، وهيتخلله مباراه او مباراتين وديتين يعني. فايلر يجهز ملامح فتره التوقف ويفكر في منح الاجانب راحه، واكيد هو بيعد نفسه بيعد فريقه لبرنامج معين بعد فتره التوقف، واكيد ممكن يبقى في راحه لبعض اللاعبين، يعني ده شيء طبيعي. اروح لخبر اخر من المساء، والاهلي هي يفتح ملف الصفقات الشتويه مع فايلر، وده فعلا هيحصل خلال الفتره اللي جايه، وزي ما اكدت على حضراتكم امبارح واول في خصوص هذا الموضوع، واكيد هيتم الاستقرار على بعض الامور وبعض النقاط اللي ممكن يكون محتاجها مستر فايلر خلال الفتره اللي جايه، والامور هتظهر او تتضح بشكل اكبر بعد انتهاء المعسكر بالتحديد. يعني اصابه محمد محمود للاسف الشديد بالصليبي، الواحد عايش في نكد من امبارح للاسف، لكن ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا. في اجازه المستر فايلر برضه ممكن يكون موجود طبعا الكلام ده، ومروان اتكلمنا فيه ومتولي ان شاء الله يقعد بعد اسبوع. نروح للشروق سريعا، اخر خبر معانا، الاهلي يبدا التحرك مبكرا في ملف صفقات يناير، بدا التفاوض مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي. لحد اللحظه دي التفاوض ما ابتداش رسمي،
لحد اللحظه دي التفاوض ما ابتداش رسمي بخصوص شراء رمضان صبحي بشكل نهائي لحد اللحظه دي، لكن وارد بنسبه كبيره ده اللي هيحصل يعني بنسبه كبيره طبعا. مصدر قيمه الصفقه قد تصل ل 5 ملايين دولار، ده هيكون بناء على المفاوضات اريك تراوري على دار فايلر. انا عن نفسي اتمنى بصراحه لعيب كبير جدا، لكن برده لسه ما فيش اي خطوات رسميه، جهاز فني يدرس اقامه معسكر ده اتكلمنا فيه. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع هنتكلم فيها بس بعد ما نروح لهذا الفاصل. يلا احنا ابواب السماء كده بماء منامر ان شاء الله باذن الله. صوت محمد محمود الناس كلها زعلت في الحقيقه، وواحد اتنكد امبارح بعد الاصابه دي للاسف، وحزن شديد جدا ده كل جماهير الكره المصريه. تعليقك ايه؟ والله يعني هي كانت صدمه يعني يعني انا شخصيا اول ما سمعت الخبر يعني اتصدمت في الموضوع. لا يعني تخيلت ان هي كدمه، تخيلت ان هي حاجه خفيفه، تخيلت ده خصوصا انا مش بنفس الرجل. ايوه محمد محمود لسه بيتعافى وبدا يرجع وانضم منتخب الاولمبي بعد ما تعافى من اصابته في القدم. يفاجئ في الثانيه يجي له صليبي، يعني ما فيش حظ طبعا اسوأ من كده، لكن في النهايه ليس امامه وليس امامنا الا التسليم بقضاء الله وقدره طبعا. ويعني ربنا ان شاء الله يعوضه خير، وهو لسه صغير ولسه شاب. لكن لفت نظري حاله العواطف الجياشه تجاه محمد محمود بشكل غير عادي، سواء من اللاعبين الاهلي بلا استثناء، من الجماهير، من اداره النادي الاهلي، حتى الكابتن محمود الخطيب طبعا كان مهتم جدا بالموضوع، من لاعبين كبار، من لاعبين جوه مصر وبره مصر. يعني موضوع طبعا يدعو للتعاطف الشديد معاه، والدعوات لي ان ربنا سبحانه وتعالى يساعده على العوده سريعا، لانه بقاله سنه ما بيلعبش، فهياخد ده هياخد له 9 شهور تاني، يعني الموسم برضه ضاع. محمد محمود موهبه كبيره جدا، يعني كنا بننتظرها بتلهف وبشوق ان هي يلعب. لكن انا عندي سؤال، يعني ليه احنا في مصر عندنا الرباط الصليبي ده كتير جدا؟ يعني انا شايف الرباط الصليبي بقى عندنا زي البرد عندنا في مصر، يعني زي الانفلونزا كده، الاب بيجي له رباط صليبي يعني، والرباط الصليبي ده ضيع مننا مواهب كتيره جدا يعني عطلها. يعني انا شايف من ابرز الناس اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي وعطلهم الرباط الصليبي عمرو جمال. يعني عمرو جمال قبل الرباط الصليبي اللي اتعرض ليه بسبب ارضيه الملعب في مباراه كانت في اسيوط، يعني كان واحد من القامات الهجوميه الكبيره جدا اللي منتظرها الكره المصريه. عمرو بعد ما عمل عمليه الرباط الصليبي لم يستطع العوده لمستوى حتى الان، يعني بيحاول يعني. بس ده طبعا مش مؤشر يعني. لا لا طبعا انا بقول لك ده مش مؤشر، وعشرات من اللاعبين عملوها ورجعوا لمستواهم عادي جدا يعني. بس بقول لك يعني الخسائر، طب ما عملها قبل كده حسن عبد ربه وتعرض لاصابه النجم الكبير ورجع تاني، وعشرات اللعيبه في مصر، وفي محمود عبد العزيز في الزمالك لسه مصاب رباط صليبي يعني. واضح ان احنا عندنا يعني ظاهره الرباط الصليبي في مصر، يعني اعتقد ان احنا لازم نلاقي لها حلول، ولازم يتعامل حواليها مؤتمرات طبيه متخصصه عن الرباط الصليبي وكيف نحمي الرباط الصليبي بتاع اللعيبه. هل ده لنقص في اللعيبه نفسها؟ هل في نقص طبي؟ هل مشاكل في ارضيات ملاعب؟ هل في احمال تدريبيه؟ هل في شكل تدريبي؟ اكيد ليها سبب معين يعني، فنبدا نتلافى السبب ده من كل الاتجاهات اللي موجوده يعني. طبعا قدر الله ما شاء فعل، وكل الحاجات دي الاصابه دي قدر. في الترنات يا استاذ اوس، يعني اللعيب وهو في الملعب لما ياخد قرار فجاه ان هو يلف مثلا او فينت معين هيعمله، فبيبقى في ماشي. طب ما هو اللعيبه طول الوقت بتاخد قرارات. هو اللعيب مش هيقعد يفكر بقى في الصليب بتاعه ان هيتلف ولا ما يتلفش، بس مؤكد ان في لاعب بياخد القرار ولياقته وقوته وجسمه بيساعده، وفي لاعب ما بيساعدوش فبيحصل قطع للرباط. عايزين بقى نعرف الاسباب دي، هل في اربطه ضعيفه؟ طبعا محتاجين وجهات نظر طبيه كتيره جدا تكلمنا في هذا الامر. لكن الموضوع بيحصل في اوروبا عادي، يعني مثلا ساني لاعب مانشستر سيتي، بس نادرا لما بيحصل. نادرا لما بيحصل يعني قبل الموسم جاله صليبي سنين يعني ما بنشوفهاش كتير جدا. يعني بقت عمليه يعني بقت من الحاجات اللي يمكن تلافيها او البعد عنها. يعني نتمنى طبعا السلامه لكل لاعيبه مصر، والسلامه للاعب النادي الاهلي اللي ما استمتعناش بموهبته لغايه دلوقتي، لكن بنقول له ان شاء الله انت ما زلت صغير السن والفرصه ما زالت امامك كبيره باذن الله، هتستطيع العوده سريعا في موسمين فده قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ولا بد ان ترضى بذلك، والمؤكد ان ربنا هيكرمك فيما هو قادم باذن الله. ما احجب الله عنك كان اعظم بالضبط. ان شاء الله يعني تكون دي حاجه فدا حاجه اخرى يعني، وان شاء الله يكون يرجع لنا سريعا محمد محمود، كلنا في انتظاره طبعا يا استاذ يا رب ان شاء الله. انتهاء الازمه اخيرا، ازمه الكره المصريه خلال الفتره اللي فاتت، واحنا اتكلمنا فيها كتير وتناولنا هذه الازمه بشكل مفصل على مدار حلقات كتيره من كلام في الميديا. بتشوف ازاي سيناريو الانتهاء من هذه الازمه وكيفيه تفادي تكرارها؟
يعني يمكن الاسبوع ده او الايام الاخيره من هذا الاسبوع كانت ايام حاسمه وايام مؤثره وايام مهمه جدا، واتحطت فيها الكثير من النقاط الحروف. يعني خليني في البدايه يعني احيي مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب طبعا. على الجهد الكبير اللي بذلوه في الحفاظ على حقوق النادي الاهلي، الحفاظ على قيمه النادي الاهلي، الحفاظ على قدر النادي الاهلي. خليني كمان احيي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، رجل الدوله المحترم الذي يعني بذل كل الجهد واتخذ كل الخطوات اللي تساهم في انهاء ازمه كبيره جدا كانت موجوده في الشارع الكروي المصري يعني بالزبط. فالحمد لله يعني كانت ازمه ما كنا نتمنى ان احنا نصل الى هذه الازمه اللي وضعنا فيها اتحاد الكوره بسوء ادارته ليها من الاساس. يعني كان من سهل جدا ان اتحاد الكوره يحل الموضوع ده ولا يلجا الى الاساليب العنتريه او الاساليب المفاجئه. يعني كان عمليه اصدار القرار في منتصف الليل وما سبقه من تلميحات كانت موجوده، ده كله اثر على العمليه وخلى النادي الاهلي يبقى موقفه يعني انا ليه حق لازم اخده يعني. والاهلي كان مصر وكان متمسك، وخصوصا بعد بيانه القوي والشجاع والمحترم كان مصر ومتمسك ان ياخد حقه بكل الطرق يعني. الحقيقه الامور كانت هتتصاعد، وكمان اتحاد الكره يعني كان هيزيد الطين بله لما طلع قبل ماتش جونه باربع ايام الحكام اللي رايحين يحكموا ماتش الاهلي والجونه دون تطرق في شكل يعني طبعا شكل دون حتى يعني تطرق من اللي خبره على فكره ان شاف ان في ازمه موجوده يعني. فكان في شكل استفزاز كبير جدا طبعا. واصرار على ان الامور دي انك مصر انك انت يعني صاحب الحق يعني تلوي دراعه وتضغط عليه اكتر ما انت ضغطت عليه. فالاهلي كان متمسك موقفه وظل الامر متمسك، فخرج الامر من يد اتحاد الكوره. وهنا ياتي الدور الكبير للدوله المصريه اللي تعي قيمه النادي الاهلي وتعي قدر النادي الاهلي وتعي يعني اهميه وجود النادي الاهلي واهميه استقرار النادي الاهلي. نظرا لما للنادي الاهلي، النادي الاهلي يعني كيان كبير جدا طبعا. الاهلي كان بيبحث عن حقه والدولة تعلم ذلك وعلمت ذلك جيدا. الاهلي لم يكن يستقوي بجمهوره ولا باعضائه ولا باي حاجه ولا باسمه، كان يستقوي بالحق الذي معه. صح، ودي نقطه مهمه جدا يعني، وكان مصر عليها. انت ممكن تلاقي حد مثلا يعني لو شخص عادي جدا وعنده حق تلاقيه قوي جدا لان صوت الحق دايما عالي يعني. فكان الحمد لله كان صوت الحق عالي، والدوله سمعت هذا الصوت وارسلت الوزير المحترم الدكتور اشرف صبحي طبعا. الى النادي الاهلي للكابتن الخطيب، ربنا يشفيه ويديه صحه يا رب ان شاء الله قريبا ويعود لكامل عافيته. وكان اجتماع قوي واجتماع مثمر واجتماع مهم. اجتماع كشف عن ان الاهلي متمسك بما اعلنه وبما اصر عليه وبما اتفق عليه مجلس الاداره. كانت لقطه مهمه جدا ان الكابتن محمود الخطيب يبقى معاه مجلس اداره النادي الاهلي. صح، وده مشهد مهم جدا طبعا. كان سهل جدا لما وزير دوله رايح لواحد موجود معاه او لشخصيه مهمه جدا هيقعد معاه، كان ممكن الامور تمر عادي يعني. لكن هذه اللقطه ما تفوتش كابتن محمود الخطيب اللي متربي في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ايا كان من يحكمه فالاهلي له قيمه وله مبادئه وله تقاليده وله مجلس ادارته اللي بيديره يعني. فالكابتن طبعا. الخطيب في حدث مهم ده زي ده كان هناك اصرار على تواجد مجلس الاداره عشان يبقى القرار قرار لمجلس الاداره وليس قرار كابتن الخطيب. فدي كان مشهد وكانت لقطه مهمه جدا طبعا. جرت اتصالات زي ما كلنا عرفنا مع الوزير مع جهات مهمه جدا في الدوله. صح. وانكشفت صح. الصوره امام النادي الاهلي، فبدأت الأمور تتضح وبدأ أن الأهلي يتجاوب ويتحرك. يعني النادي الأهلي كبير، فلما تأتيه الدولة الكبيرة الدولة المصرية فلابد أن النادي الأهلي يكون من كل شيء. ده الأكبر من عليه طبعا. بص مصر فوق الجميع أكيد بالظبط كده يعني. بالزبط مصر فوق الأهلي وفوق الزمالك وفوقنا كلنا، مفيش نقاش. احنا مصريين ثم أهلوية أو زملكاوية أو إسماعيلوية أو ترسلوية، الموضوع ده مفيش نقاش. مصلحة البلد قبل مصلحة أي حد طبعا، ومقدمة على أي حد. فلما جت وحصلت اتصالات وظهرت الصوره وظهرت متغيرات جديده، اتحاد الكره ما كانش يعني موضح صوره ولا عامل، كان بياخد بلاي الدراع وبيطلع قرارات في نص الليل. يعني النادي الاهلي تفهم هذا الموقف وتفهم هذا الامر، ولكنه اصر على موقفه بعدم لعب مباراه الجونه. والحقيقه استجابت الجهات المسؤوله وتم تاجيل الدوري حتى الخروج من هذا النفق المظلم. ويبقى ماتش القمه بعيدا عن اتحاد الكوره يعني. حتى البيان اللي طلع من الدوله، احنا طلع بيانين عندنا، والبيانين كان بينهم ما كانش فيه اتفاق شديد بين بيان اللي طلع شوية. بيان طلع من مكتب معالي الوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وهذا البيان
اكد يعني كان سريع ومحترم وموجز جدا، واكد على تاجيل مباراتي الاهلي مع الزمالك والجونه بنفس الشكل كده. اتحاد الكوره قال لك تاجيل مباراه والامام ترتيبها بس الاهلي يتلعب في ختام الدور الاول دون ان يحدد ودون ان يعمل، وكانه يريد في النهايه برضو ان يحاول ان يخرج بشكل معين في الموضوع. ما تاكد لنا بعد ذلك ان القمه لم يحسم موعدها ولم يتحدد موعدها، وان الجهات الامنيه هي من تملك هذا القرار النهائي، وان الاهلي احتراما لهذه الجهات واحتراما للدولة اللي كبرت الاهلي فالاهلي يكبر معها ويقدرها ويحترمها ويكون في مرونة في هذا الامر. تم الاتفاق على ان الجهات الامنية يترك لها هذا الامر تماما. اذا ماتش الاهلي والزمالك خارج اتحاد الكورة، في ايد الجهات الامنية، في ايد الجهات الامنية هل هتحدد ميعاده، الميعاد ده امتى؟ قد يكون ممكن يكون مباشرة بعد امتى في بداية الموسم اذا كانت الامور تسمح بذلك، قد يكون في وقت ما، قد يكون في ايا كان. ما دام الجهات الامنية سترى ذلك والجهات الامنية فتحت خط مباشر مع النادي الاهلي وهذا كان غير موجود والاهلي تاكد من ذلك، فخلاص الامور ما فيهاش حاجة. يعني مصلحة البلد ومصلحة مصر، وفي النهاية ده ماتش كورة يا جماعة مش معركة. يعني لو كانت مصلحة البلاد تستدعي ذلك والامور يعني في امور احنا ما نعرفهاش موجوده فالامور عاديه، احنا كلنا ورا البلد بس ده المهم، ده المهم في الموضوع. يمكن حتى كابتن خطيب اكد على ده حتى في تصريحات ثانيه هنتكلم عليها لاحقا. ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. انا عايز اتناول طبعا تصريحات كابتن محمود الخطيب بالامس لان ده شيء مهم وفيها العديد من الايضاحات الهامه جدا لجمهور النادي الاهلي بالتحديد وجمهور الكره المصريه بشكل عام. يا استاذ اوسي نبتدي كده نقطه نقطه، هم عباره عن كام نقطه؟ ادي 3 4 5 6 7 8 9 10 نقاط تمام. نبتدي واحده واحده. قال لك النقطه الاولى الرؤيه الامنيه لها احترامها وهيبتها، وبالتالي لا يجب ان يتحدث اي شخص باسم الامن بالظبط، ولو انت عايز تتحدث تتحدث في غرف مغلقه مش من خلال وسائل الاعلام. ده كلام مهم جدا، وخصوصا كلمه لا يجوز ان يتحدث احد باسم الامن بالظبط، وان الاهلي بيقدر الرؤيه الامنيه لان الرؤيه الامنيه هي اللي موجوده في البلاد واللي شافها بشكل اوسع، يعني ليها اتصالاتها وليها علاقاتها وليها قدراتها وليها اجهزتها اللي تقدر تقول بيها ان في امكانيه ان احنا نلعب المباراه دي او ما نقدرش نلعب المباراه دي. فالاهلي طبعا جزء من البلد، يعني الاهلي ليس خارج السرب، فمهم جدا الاحترام، فده اكد عليه الكابتن طبعا بشكل مهم. يعني بالظبط موضوع توقيت الاعلان عن القرار، والكابتن تساءل في هذه الجزئيه وليه التوقيت كان الساعه 12 بالليل او 1 بالليل، يعني في النقطه الثانيه اللي هو اتكلم فيها. ما هو ده اللي هو اثر الازمه بشكل كبير جدا. يعني احنا عمرنا ما شفنا ان اتحاد الكوره، يعني اصلا رئيس الاتحاد كان في امريكا والاتحاد ما اجتمعش ومش موجودين، يعني والاتحاد مغلق، ازاي يعني يحصل كل ده ويتعمل قرار ويتبعت بيان لكل وسائل الاعلام ولكل الناس الساعه 12 بالليل بالظبط؟ يعني احنا قلنا عليه امر دبر بليل، يعني قبل كده في الحلقه السابقه موضوع غريب، يعني موضوع ما كانش موضوع واضح وموضوع وسبق طبعا الحاجات اللي كانت سبقته واللي ادت الى التوترات الاكثر. فطبعا كان من الاسباب ده، طبعا يعني الاسباب دي لما الجهات الامنيه والدوله اوضحت هذا للنادي الاهلي فزال السبب اللي النادي الاهلي كان متمسك بيه وكان بيصر عليه. يعني ومهم جدا الاهلي من اكبر المكاسب ان كان البعض بيدعي على النادي الاهلي ان النادي الاهلي يعني مفيش اتصالات بينه وبين الدوله او ملفوظ من الدوله او مفيش اهتمام بيه. ما حدث للنادي الاهلي يؤكد وجود النادي الاهلي في بؤره الشعور، في دائره، في قلب الدائره في الاهتمام اللي بتهتم بيه الدوله في كل المجالات. يعني فدي صوره اكيد وصلت للناس كلها ومهمه جدا جدا جدا. طيب الجزئيه الثانيه او النقطه العفوا الثالثه بالتحديد هي رساله عباره عن رساله للاتحاد المصري لكره القدم، وهو مطالبه الكابتن محمود الخطيب ان يحرص الاتحاد على ثبات مواعيد جدول المسابقه في الملاعب عشان يبقى في تكافؤ للفرص. يعني بتشوف النقطه دي ومدى اهميتها؟ من اجل هذه النقطه الاهلي فعل كل ما فعل. يعني دي النقطه الاساسيه، الاهلي لا يطلب اكثر من انتظام جدول مسابقه الا لو حد عنده ظروف قهرية او ظروف اضطراريه او ظروف لعب مباريات قاريه، الاهلي لا يعتاد على ذلك. يعني لو كان ماتش الاهلي والزمالك محدد سلفا وجاي يوم 23 ولا يوم 22، يعني قبل او بعد ماتش الزمالك مع يعني لو كان ماتش محدد له الثلاثاء او محدد له الجمعه، المؤكد ان الاهلي كان اول من سيبادر بتاجيل بالموافقه على تاجيل الماتش، يعني لانه غير منطقي ان الزمالك يلعب زي ما كان حصل مع ماتش المقاولين. يعني فده ما حدش يتكلم فيها، لكن انك انت الامور كان قبل الماتش بخمس ايام وتيجي تعمل وتتدخل وما تبذلش جهود علشان المباراه تتلعب وتقعد تشقلب الجدول وتجيب الخامس في الرابع والرابع في الخامس. خمس ايام يا استاذ اوسي، ده هم كانوا ثلاث ايام. ما هم ثلاثه للماتش اللي في القاهره واربعه الماتش اللي بره مصر. انت بتتكلم فيما يتعلق باللوائح الخاصه باللوائح، وهم الاتحاد الكره هو اللي اعلن عنها يعني رسميا. يعني
فده مهم جدا. بص، اي مسابقه لا تحترم جدولها، لا احد يعني، احنا سبق واتكلمنا امير في بدايه الدوري الانجليزي لما اعلنوا الجدول واتكلمنا عنه، وقلنا تقدر تفتح الجدول وتعرف في شهر 3 في شهر مارس في 2020 حتى طلعنا من الورق كده بالصدفه، في شهر مارس 2020 الساعه 9 هيكون ماتش مين بالظبط؟ صح، وهيتنفذ. ما في عمرنا ما سمعنا ماتش اتاجل في الدوري الانجليزي، ما تاجلش تحت اي ظرف من الظروف، حتى لما بتاجل بتاجل يوم واحد، ما فيش، ده بيبقى حاجه قهريه يعني، بتبقى معروفه، وتبقى حاجه ده استثناء معروف يعني، واستثناء ما حدش بيعترض عليه، ويبقى كل الناس مقتنعه بيه في تواصل مع الناس. فليه اتحاد الكوره ما يعملش كده؟ ولا سيما ان هو اعلن ان جدول الدوري سينفذ بحذافيره، وان الدوري سينتهي في يوم محدد وفي ساعه محدده. يعني الاستاذ عمرو الجنايني اعلن قال لك الدوري هينتهي مش يوم 20 مايو مثلا يعني، مش مثلا، لكن يوم 20 مايو الساعه 7 مثلا هينتهي الدوري. نقول له يا استاذ عمرو، يقول لك يا ريس راجع نفسك، مفيش فايده فيه. طلع الامور باظت خالص يعني. اللي حصل في الاسبوع ده يعني الحقيقه هد كل الحلم الجميل اللي احنا كنا بنبنيه على اتحاد الكوره، وهدم كل الصوره الحلوه اللي احنا كنا بنتمناها. افضل قرار يا استاذ اوسي هو كان تاجيل الاسبوع الرابع بالكامل وتلعب الاسبوع الخامس لكل فرقه. كان ممكن اعمل كده بالظبط يعني، عشان تحاول تحافظ على شكل المنافسه وشكل المسابقه بشكل قوي، ويبقى بتواصل مع الانديه يعني. صح. يعني الانديه دي بتستعد يعني تكلم الناس وتشوف الناس وتواصل معاهم. جزئيه التواصل دي هي النقطه الرابعه، وهو تمني من الكابتن محمود الخطيب، قال ان احنا نتمنى عند تحديد موعد نهائي لاقامه مباراه القمه ومناسب امنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها ان يكون هناك تنسيق مبكر مع كل الاطراف المعنيه حتى لا يتكرر ما حدث. شفت النقطه دي اللي احنا اتكلمنا فيها؟ ان مواعيد القمه اللي اتحاد الكره قال لك اخر الدوري يعني، خلاص الاتحاد الكره حدده. لا، اتحاد الكره ما حددش الميعاد، اتحاد الكره حب يعمل النقطه دي يعني بدون وضوح، لكن اللي يعرفه النادي الاهلي واللي وصل للنادي الاهلي ان القمه في يد الامن الان بشكل رسمي وبشكل واضح وبشكل مباشر، وان بعد نهايه كاس الامم الافريقيه سيتم الاتصالات والتنسيقات مع الجهات الثلاثه، اتحاد الكره، النادي الاهلي، نادي الزمالك، لحسم هذا الامر وتحديد موعد المباراه. واعتقد ان ده امور، شوف لما تتواصل مع الناس تلاقي الامور سهله وجميله، ومحدش هيبقى ضدك ابدا يعني. يعني اذا كانت لك حاجه في مصلحه البلد تستدعي ذلك اي كلام، كان الامور تم بهدوء بدون اي ازمات وبدون اي مشكلات يعني. تمني اخر من الكابتن محمود الخطيب في النقطه الخامسه، واللي بيطلب من اتحاد الكرة المساندة والمساعدة في عودة الجماهير للمدرجات، وأهمية حضور الجماهير في مختلف انتماءاتها ومختلف المباريات، ولأن دي جزئية مهمة جدا. والله احنا يمكن من 2012 واحنا بنطالب بهذا الأمر، احنا بنتكلم داخلين في 8 سنوات شهدت السنوات دي كلها غياب جماهيري عن مدرجات الملاعب المصرية، وده أمر طبعا يعني غير مقبول، لكن احنا في النهاية بنقبل بيه في إطار الظروف اللي موجودة اللي بتمر بيها البلاد. يعني أنا بقول إن البلاد الحمد لله في وضع هادي ووضع مستقر ووضع آمن طبعًا بفضل الله، وإحنا ما نديش يعني شهادة للخارج عننا بإيدينا يعني. يعني إحنا لما هنقول للخارج إحنا مش قادرين نرجع ومش قادرين نلعب يعني، ده أقل حاجة ممكن تعمل. لذلك إحنا دايما بقول إن الكرة يا جماعة مش مجرد لعب كورة ورياضة وترفيه وبتاع، لا، ده الكرة لما بتكون موجودة أو الرياضة في بلد معين بتعبر عن استقرار البلد، بتعبر عن هدوء البلد، بتعبر عن تحضر البلد، بتعبر عن تنظيم البلد، بتعبر عن اقتصاد البلد، لأن هي جزء من المنظومة. فإذا اختل حصل خلل في تلاقي خلل كبير جدا. فاحنا الحمد لله يعني في حاجات كتير جدا اتظبطت، بقي أن نضبط هذه الجزئية وأن يعود جمهور مصر للمدرجات. وأي حد يشكك في قدرة الأمن المصري على التنظيم فهو كاذب يعني. ليه؟ لأن ما حدث في كأس الأمم الأفريقية شيء عظيم جدا وشيء رائع جدا، مئات الألوف كانوا بيروحوا وكانوا موجودين، ما كانش في أي أزمة، ما كانش في أي مشكلة. المباريات القارية بتتلعب بهذا الشكل يعني. فأتمنى إن الأمور يتم دراستها بشكل جيد جدا، ويتم عودة الجماهير إلى المدرجات، وكله في إطار مصلحة الوطن يعني. النقطة السادسة، وهو طلب من الكابتن محمود الخطيب بضرورة تطوير مستوى الحكام وتطبيق تقنيه الفار، وده طلب احنا اتكلمنا فيه اصلا كتير جدا كمان. ده طلب للنادي الاهلي من الموسم الماضي، خصوصا موضوع الفار يعني. لكن مهم جدا تطوير مستوى الحكام، مهم جدا يعني. هو كان ركز حتى على جزئيه مهمه جدا، هو بيتكلم على الحكام، ان الحكم يعني يصل لشكل احترافي مميز، يكون في مقابل مادي مميز للحكام يغنيه عن ان يفكر في شغلانه تانية، يكون في عند الحكم المحترف، الحكم المتفرغ، يكون الاتحاد الكوره يقدر يعمل ده، يقدر يهتم بمنظومه التحكيم ويطورها يعني. يعني بنشوف حكام لياقتهم البدنيه قليله، بنشوف حكام وزنهم زايد بشكل واضح جدا عبر شاشات التلفزيون، بنشوف حكام مش مركزين، بنشوف حكام اقل فنيا، بتشوف ممكن تلاقي بعض المجاملات، ممكن حاجات كتيره جدا بتحصل. المنظومه الحكام دول يا جماعه رمانه الميزان، دول
يعني ميزان العدل في الكره المصريه، يعني ده قاضي موجود فلا بد ان يكون على اعلى مستوى عشان تنتهي المشاكل. شفنا في المباريات الاخيره في الدوري عده مشاكل وعده اخطاء تحكيميه، يعني يمكن الجولات الاولى اول جوله ثاني جوله كانت الامور مرت بهدوء، شفنا الجوله الثالثه والجوله الرابعه بدات الازهار الاخطاء تظهر بوضوح فعلا، حتى لو كانت غير مقصوده فهي بتثير الشكوك في الحكام. يعني مع احترامنا اليوم وتقديرنا ان مفيش حكم هو شكوك على المستوى الفني، اي شكوك على المستوى الفني، يعني شكوك في مستوى الحكام مش شكوك في الحكام، يعني ده اللفظ اللي انا اقصده يعني عشان ما حدش يفسره بطريقه خاطئه يعني. فده مهم جدا ودي نقطه مهمه جدا المفروض دي يعني قواعد الكابتن خطيب بيوضحها وبيقول للناس احنا عايزين ده. المفروض هم يقعدوا مع الانديه ويشوفوا الكلام ده ويسمعوا الكلام ده وياخدوا الكلام ده ويطبقوه ويستفيدوا منه، لانه كله ده في مصلحه الكره المصريه يعني. رقم 7 تفعيل دور اللجان، ده شيء مهم جدا. انت عندك اللجان بس بدون لوائح محدده ومعروفه للناس، يعني مثلا عندك لجنه المسابقات لغايه دلوقتي ما فيش لائحه وصلت لغايه للانديه، يعني النادي الاهلي اعلن رسميا ان ما وصلتوش اي لائحه من اللوائح بتاعه الموسم الجديد اللي هو 19-20 حتى الان. طب انت بتحاسبنا على ايه وانا اتحرك معاك على اي اساس؟ اذا كان انا ما كنتش عارف اللائحه اللي انا هتحاسب عليها. فمهم جدا اللائحه. كمان في لجان مش موجوده خالص اللي هي زي لائحه لجان الانضباط ولجان الاخلاق، دي مهمه جدا، دي لازم تبقى موجوده. يعني يمكن في كل الدوريات في العالم لما تحصل اي مشكله بيتم الاستعانه باللوائح دي او باللجان دي لتوقيع عقوبات على المخطئ بالظبط، بدون اي تمييز وبدون اي ظلم لاي حد يعني. فمهم جدا ان اي حد يخطئ يعاقب بهذه اللوائح، ودي مهمه جدا هتساعد على الانضباط وعلى الهدوء في المسابقه المصريه. الانضباط والاخلاق، ودي تكمله للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها، وخصوصا ان هو الكابتن محمود الخطيب بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه احنا ودينا 3 شكاوي لاتحاد الكوره بخصوص تجاوزات حصلت في حق النادي الاهلي مرتين، كان مع الاتحاد السابق ومره مع اللجنه اللي موجوده، ومفيش اي جديد ومحدش، واحنا منتظرين رد لحد دلوقتي. ده طبعا ده يعني هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، تفعيل دور اللجان بالزبط. ان اللجان دي تشتغل وتتحرك وتحقق وتصدر عنها عقوبات واضحه ومحدده يعني. طبعا طيب ضروره اختيار الانديه بلائحه الجزاءات، ده شيء ايضا مهم ان انت تعرفني اللوائح تمام عشان ما يحصلش لغط، بتدي مثلا عقوبه لحد معين او خطا هو عمله، ممكن خطا تاني يحصل بس تبقى العقوبه مختلفه، ده ما ينفعش بالظبط. هي دي لائحه الجزاءات او لائحه لجنه المسابقات اللي بتدير عليها اساسها الموسم يعني، بحيث ان لما يحصل من اللاعب بتاعي حاجه ابقى عارف العقوبه اللي اتوقع عليه، والمنافس لما يحصل عليه حاجه ابقى برضه ابقى عارف العقوبه اللي اتوقع عليه. مش كل واحد يطبق عليه عقوبه بشكل معين وبشكل مختلف يعني. طيب. وانا قلت دايما يعني إن, ان 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 العقوبات مهمه جدا ومؤثره جدا، ودايما في مبدا ومثل بنقوله اذا من امن العقوبه اساء الادب. فدايما لو ما عندكش عقوبات اكيد هتلاقي خروجات عن النص وعدم التزام وعدم انضباط، ولو كانت العقوبه هينه وهشه 5000 جنيه و10000 جنيه واللي يشتم مدرب واللي يشتم حكم واللي يشتم لاعب واللي يشتم جمهور، فالكلام ده ما ينفعش يا جماعه. في حاجات ما ينفعش فيها التهاون، عقوبه يعني تبقى مؤثره وتوجع فدي تبقى على الناس كلها. احنا مش عايزين غير ادب احترام اخلاق التزام، يعني يكون عندنا مبادئ وقيم حتى واحنا بنلعب، يعني ده مهم جدا ويكون في احترام بين الناس. لو ما قدرناش نحقق الاحترام ده يبقى احنا فاشلين. صح. يعني بنشوف الدوريات الاوروبيه بنكرر كل مره وبنشوف، واعتقد ان ده مثال، واعتقد ان احنا دلوقتي كلنا بنشوف الدوري الاوروبي الدوريات الاوروبيه كلها كما بنشاهد الدوري المصري، بل المصريين الان يشاهدون الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي اكثر ما بيشاهدوا مباريات في الدوري المصري. بنشوف الادب، بنشوف الاحترام، بنشوف الخلق، بنشوف القيمه، بنشوف ان الحكم كمان قبل كل شيء. ما بقول لك ما هو النظام، ما هو ده ايه اللي فرض ده؟ القانون. لان اي حد عارف انه يخرج عن الناموس اللي موجود او القانون اللي موجود هيتم قطع رقبته فورا يعني. بتشوف كبار نجوم العالم الحكام بياخدوا ضدهم قرارات، مفيش نجم يقدر يقرب ناحيه الحكم طبعا، مفيش حد يقدر يقرب ناحيه لاعب، مفيش جمهور يقدر يفتح يحذف حاجه، مفيش جمهور يقدر ينزل الملعب بالرغم ان مفيش اسوار دلوقتي في ملاعب اوروبا، الدنيا مفتوحه، وخصوصا المدرج على الملعب على طول. ما بقول لك خصوصا في الدوري الانجليزي اللي كانوا مرعبين، اللي كانوا بيحطوا قدامهم عايزين سجون حوائط صد تمنعهم يعني، في تعصب كبير كمان بالظبط يعني. فليه اللي حصل وصل معاه دي؟ بالقانون، بالنظام، بالالتزام، بتطبيق القانون على الكل تمام، وكل التزم بهذا الامر. كابتن محمود الخطيب كمان طلب ايه؟ تكاتف الجماهير المصريه كلها بمختلف انتماءاتها وراء المنتخبات الوطنيه، وان الكل يساند المنتخبات الوطنيه خلال الفتره اللي جايه، وده هيبقى دور مهم بالتحديد للجماهير يعني.
يعني يمكن الحقيقه يمكن النادي الاهلي بشكل عام وطبعا وممثل في رئيسه ومجلس ادارته مهتمين جدا بجماهير النادي الاهلي، انما يعتبروا ان النادي الاهلي ده اللي صنع قيمه النادي الاهلي وجماهيريته وشعبيته وقوه النادي الاهلي نابعه من هذا الجمهور الكبير اللي موجود في كل انحاء مصر. دايما جمهور النادي الاهلي ده الكابتن بيؤكد على ان اللي بيحمي النادي الاهلي بالدرجه الاولى هو جمهوره، وان الجمهور ده ليه فضل كبير جدا على كل من في النادي الاهلي، لان هو اللي عمل القيمه ده وعمل الاسم ده وعمل التاريخ ده وخلى للنادي الاهلي قيمه كبيره جدا موجوده. انت بتتكلم في نقطتين مع بعض بقى، اللي هي الاخيره والاخيره فيما يتعلق بالجماهير كلها وفيما يتعلق بجمهور النادي الاهلي بالظبط. يعني فده مهم جدا ان احنا ان كان النادي الاهلي يهتم بيه، يعني بجانب ان الجمهور يعني كله ينسى اي خلافات خاصه بانديه ويتكاتف خلف المنتخبات، دي قضيه لا نقاش فيها يعني، يعني مهما اختلف انتماءاتنا فنحن صف واحد خلف المنتخبات الوطنيه المصريه. وفي نفس الوقت الجماهير الخاصه بكل نادي عليها ان تلتزم بالنادي وتحترمه وتهتم بمصالحه ويكون في يعني ادب واخلاقيات في التشجيع، الحاجات دي كلها مطلوبه وكلها مهمه بشكل عام يعني. طيب بما اننا ختمنا تصريحات الكابتن محمود اللخطيب بالجماهير، فبالتالي عايز اتكلم معاك على الهاشتاج اللي اطلقته قناه النادي الاهلي، وهو تحت عنوان منافسه لا خصومه. تمام. ومبادرة لنبذ التعصب، رأيك إيه؟ يعني طبعا مبادرة عظيمة جدا ومبادرة مهمة جدا، وواحد سعيد إن هي مرفوعة على قناة الأهلي للتأكيد على إن الأهلي دايما بيؤكد على إن الرياضة منافسة والرياضة مهمة جدا، يعني يكون فيها نوع من التسامح، نوع من الأدب، نوع من الأخلاقيات، ما فيهاش الخصومة، ما فيهاش معركة، إحنا مش في صراع مع بعض خالص موجودين على الاطلاق. فده شراع يا ريت الكل يلتزم بيه، وان نحصر المنافسه بينا جوه الملعب وليس بره الملعب، احنا مش في صراع، مش في معركه، مش بنتخانق على حاجه، يعني بنقعد نتخانق بره، يا جماعه احنا عايزين نطور كره القدم، عايزين نطور التحكيم، عايزين نطور الملاعب، عايزين نطور المدرجات، عايزين نرجع الجمهور، دي الحاجات اللي المفروض نسعى عليها ونبذل جهد كبير فيها، لكن ان احنا نقعد نتصارع ونقعد نتخانق ونقعد نبعد فالكلام ده مرفوض. يا ريت نقفل الملفات دي، ويا ريت نبدا نقطه ونبدا من اول السطر. مهم جدا ان احنا يكون في بينا ادب، يكون في بينا احترام، يكون في بينا اخلاق، يكون في بينا تعاون، يكون في بينا تقارب. يعني انت لو كلمت عن القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك منذ قديم الزمان، الاهلي والزمالك يعني معا ايد واحده، يعني حتى بعض المشاهد زمان لما كانت في مباريات افريقيه للاهلي او الزمالك وكان اي منهم دعم، كنت تلاقي مثلا نجوم النادي الاهلي يروحوا نادي الزمالك ويأزروهم وبتاع، ونجوم النادي الزمالك يروحوا النادي الاهلي ويأزروهم. كنا بنشوف المدرجات في ماتشات الاهلي الافريقيه وماتشات الزمالك الافريقيه نجوم من الطرفين، لكن نجوم الزمالك هنا رافعين العلم الابيض وسط الاحمر. صح. والاحمر وسط الابيض. فده مهم جدا يا جماعه، يا جماعه احنا مش في خناقه، والكلام ده مش هيوصلنا لاي نتيجه، يعني لا داعي للصراع، لا داعي للخصومه، لا داعي لافتعال ازمات ملهاش اي اساس من الصحه. يعني يا ريت كل واحد يركز في ناديه، يركز مع لعيبته، يركز مع فريقه، يطور في ناديه، يطور في المنظومه، يكون في اهتمام من اتحاد الكوره في مصر كلها لتطوير المنظومه كلها. نفسنا نشوف دوري محترم، مسابقه محترم. ده اللي هدفنا، يعني ده الهدف من المنافسه، ونشوف يكون عندنا منتخب قوي بدل المنتخب اللي خيب املنا في امم افريقيا وطلع من دور ال 16 وطلع على ارضنا. نفسنا منتخب يبقى عندنا منتخب قوي، مش هيكون عندنا منتخب قوي الا لو كان عندنا نظام قوي، ولو كان عندنا عداله، وكان عندنا تكافؤ فرص، وكان عندنا فتح الطريق للمواهب وللكفاءات. من غير كده مش هنوصل لحاجه ولا هنحقق حاجه في كره القدم. عندنا حدثين مهمين جايين اللي هم كاس الامم الافريقيه، طبعا اولا كاس الامم الافريقيه للشباب 23، ويهمنا ربنا يكرمنا ويوفق المنتخب بقياده الكابتن شوقي غريب ويقدروا يتاهلوا، رغم اننا المستوى اللي ظهر بيه المنتخب الاولمبي قبل يعني يدعو لقلق شديد جدا 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 جدا، رغم ما يضمه هذا المنتخب من كفاءات. وعندنا المنتخب الاول بادئ ترجمه جديده مع كابتن حسام البدري، وداخل على تصفيات كاس الامم الافريقيه، وداخل بعد كده على تصفيات كاس العالم. يعني هنتكلم عن المنتخبين طبعا، مهم يعني جدا يعني ان احنا يكون عندنا. لكن عايز اخد من حضرتك رساله يا استاذ اوسي للزملاء الاعلاميين في مختلف القنوات، سواء القنوات المتخصصه او القنوات العامه اللي فيها برامج رياضيه، يعني ايه الرساله اللي حابب تقولها لهم؟ يعني خصوصا ان البعض منهم بيحاول يخلق نوع من انواع التعصب مش مطلوب ده خلال الفتره الجايه. يعني لا، يعني الاعلامي ده يعني انت راجل موجود في مكان خطير جدا، مكان مهم جدا، مكان يعني لابد ان الكلمه اللي تقولها يعني تكون بتفكر فيها بشكل كويس جدا، او الكلمه اللي تكتبها انت كلمتك بتوجه الراي العام، كلمتك يا اما بتحرك واحد تجاه العنف، او بتحرك واحد تجاهك بعنف مضاد. طبعا فالكلام ده مرفوض. يعني ايه المشكله؟ انك انت خليك في ناديك، ركز في نفسك، يعني خليك يعني اتكلم دايما الرساله الاعلاميه بتاعتك تبقى رساله يعني مغلفه بالاخلاق، بالقيم، بالادب، بالاحترام. ده مهم جدا يبقى موجود عند كل اعلامي،
من غير ده هيكون الامور مش مظبوطه. وباكد على ان برضه زي ما بنطالب بلوائح وجزاءات وعقوبات في الكوره وفي لجنه المسابقات، لابد ان تكون عندنا لوائح ان من يخرج عن النص برضه يعاقب. يعني الامور ما تتركش كده سداح مداح طبعا، وان اي حد يقول اي حاجه هو عايزها. يعني اي اعلامي يخرج عن النص او يلمح في كلامه او نشم في كلامه ان هو بيستفز الناس، بيروج لحاجات غير جيده، يعني بيدعو للتعصب، بيساهم في الاحتقان وفتنه، او حتى بتصرفاته خارج اطار الوسيله اللي بيطلع منها. بالضبط، يعني ده المفروض يعني حتى بقى على السوشيال ميديا عنده الصفحات بتاعته الخاصه بيه، المفروض برضو يكون عامل حساب ان هو لازم. السوشيال ميديا دي حدوته ثانيه، ودي بتطابق باخلاقياتك كفرد. بالظبط كده، انا بتكلم على الاشخاص اللي بيظهروا من خلال شاشات التلفزيون، لازم يراعوا ان هم مسؤولين دلوقتي بشكل كبير جدا. فبالتالي تصريحاتك حتى على السوشيال ميديا على صفحاتك الخاصه لازم تكون محسوبه جدا. بالظبط، ده كلام مهم جدا طبعا. طيب نروح شويه للمنتخبات ونقفل الملف ده. المنتخب الاول وبخلاف الاستعداد الفني لمباراتي كينيا وجزر القمر، لكن في ازمه للاسف وهي ازمه شرط القياده. وفيما يتعلق ان تصريحات الكابتن حسام بدري وقال لك ان انا عايز ادي شرط القياده، او ما قالهاش صراحه يعني، قال لسه ما حسمناش الملف. الكلام عن انه عايز يدي شرط القياده محمد صلاح في ظل تواجد لعيب بقيمه كبيره زي احمد، فانت عليك ايه؟ انا يمكن سبق واتكلمنا في الموضوع ده وكان لي رايي فيه. وكنت دايما مع ان الكفاءه هي اللي لابد ان تكون لها الاولويه. يعني ممكن يجي فتره تختار فيها كابتن ما يكونش على المستوى المطلوب، لكن اذا توفر هذا الكابتن بادميته وكفاءته فايه المشكله؟ ما فيش مانع في الموضوع. يعني بالظبط انا شايف ان لما فتحوا الملف ده كان يعني فتحه غير مناسب وتوقيته غير جيد، وكان ممكن يفتح في غرف مغلقه بعيد عن وسائل الاعلام. يعني انت لما بتتكلم عن محمد صلاح وهو ترتيبه الرابع، طبعا مع تقديرنا الكبير لنجوميه محمد صلاح واحترامنا ليه طبعا وحبنا الشديد ليه، يعني ما فيهاش نقاش. محمد صلاح ترتيبه الرابع بعد احمد فتحي، سعد الله السعيد، احمد حجازي، والنني كمان، يعني ترتيبه الخامس. يعني فهل الخمسه دول يعني يصلحون ولا يصلحون؟ يعني عندك لا فيهم كفاءات كبيره جدا. لما اتكلم عن احمد فتحي فقامه كبيره جدا لا تقل عن محمد صلاح، يعني بعيدا عن انجازات الكرويه اللي تحققت وان ده بيلعب في ليفربول وده بيلعب في مصر وده خد احسن لاعب في افريقيا وده ما خدش، دي قضيه ثانيه. لكن لما اتكلم عن احمد فتحي قيمه وقامه كبيره جدا على المستوى الدولي، بعيد كمان عن قيمته في النادي الاهلي. يعني احمد فتحي هو اللاعب الوحيد تقريبا، ممكن يكاد يكون اللاعب الوحيد في مصر اللي شارك في جميع البطولات واللي فاز بجميع الالقاب، ولاعب يعني الرجوله كلها تجدها في هذا اللاعب، والكفاح والالتزام علاوه على اخلاقياته وقيمته. عمرنا ما سمعنا له ازمه عندنا في مشكله. فهذا اللاعب زي احمد فتحي بتوفر فيه صفات القياده، ما فيش مشكله خالص. يبقى الاقدميه مع ده شيء رائع جدا وشيء مهم جدا. فاذا توفر هذا فالامور تمشي تسير بهذا الشكل يعني. لكن هم اختلقوا ازمه وعملوا ازمه، واعتقد بس ان صلاح طلع واكد ان هو صلاح ما اتكلمش بشكل عام، بس يعني مصادر يعني اشياء ترددت ان هو ما فيش مشكله. يعني ما كان النجم الكبير كان محمد ابو تريكه كان موجود في النادي الاهلي وما كانش كابتن النادي الاهلي، وهو كان رقم واحد في مصر والعالم العربي وفي افريقيا يعني. فدي مش الازمه اللي ممكن يقف عندها محمد صلاح ويقف عندها المنتخب. لكن انا شايف ان احمد فتحي ليس قليلا على هذا المكان، وحقه راجل بقاله سنين طويله بينتظرها، لان طبعا يعني دي لما بتحط في السي في بتاعه بتفرق كتير جدا. كابتن منتخب مصر حاجه عظيمه جدا ومهمه جدا. نتمنى ان الامور دي تنتهي وما يكونش حواليها مشاكل كتير جدا، وكلها ضوابط واضحه ومحدده، اقدميه مع كفاءه. ده مهم جدا في ده مهم. طيب عايز ارجع لرسائل جمهور النادي الاهلي لمحمد محمود على صفحات القناه المختلفه، وعايز ابتدي بفيسبوك لان في الحقيقه في رسائل كتيره جدا للاعب. يعني احمد الحسني الحسيني، احمد الحسيني قال واصبر على ما اصابك، ربنا يصبرك يا ابني وترجع اقوى ان شاء الله باذن الله. سامح الوكيل قال الف سلام عليك يا غالي وما يحسد المال الا اصحابه وتقوم ان شاء الله بالسلامه. محمد رفيق قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربنا يلهمه الصبر ويجعله في ميزان حسناته. جمهور الاهلي معاكم مستنيك. كوين بيقول ربنا يشفيك يا رب، كلنا بنحبك ومعاك وفي ظهرك ومندعمك من قلبنا بجد، اصبر ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، ما تيأسش وهترجع وتكسر الدنيا وصدقني خير ان شاء الله باذن الله. رحاب صالح حياة ربنا يشفيك وترجع بسلامه الملاعب ان شاء الله باذن الله. الناس كثيره جدا. حسن مكي قال ان شاء الله القادم افضل ونحن في انتظار عودتك للملاعب يا بطل والحمد لله على كل شيء. نروح لتويتر شويه. حسن مندور قال ان شاء الله ترجع اقوى من الاول. اسراء قالت استرح قليلا وعد محاربا، لم يفت الاوان ولا يزال هناك متسع من المعركه ومن الوقت اكيد يعني. حماده سعيد قال انت حبيبي وربنا يشفيك وان شاء الله ترجع احسن من الاول، ما تقلقش ابراهيموفيتش كان عنده الرباط الامامي والخلفي ورجع في 6 شهور فقط،
الإرادة هي أهم شيء. أمير خالد قال إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، ربنا يشفيك وترجع أحسن من الأول إن شاء الله، كلنا معاك. آخر رسالة هقراها، السفير قال على حبك وثقتك في الله أكيد ربنا هيكافئك وشايل لك الأحسن ومستني تنور ملاعب كرة القدم تاني يا بطل. دي كانت رسائل كتيرة جدا من جمهور النادي الأهلي، وإحنا أصرينا طبعا إن إحنا نحاول نتواصل مع الجمهور العظيم، خصوصا إن الكل حزين في الحقيقة بعد إصابة محمد محمود، فرسائل كانت مهمة للاعب، وإن شاء الله يعود سريعا للملاعب مع النادي الأهلي ومنتخب مصر بإذن الله، سواء الأولمبي أو الأول بإذن الله. يا أستاذ أوسي نورتنا وشرفتنا. من آخر كلمة بشكرك شكرا جزيلا. وتحياتي لكل جمهور النادي الأهلي وجمهور مصر في كل مكان، وإن شاء الله المرحلة القادمة تكون مرحلة أفضل من المرحلة السابقة، ونتخلص من كل السلبيات اللي كانت موجودة فيها بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير، كان معانا النهارده ضيف في حلقة كلام في الميديا والفقرة الحوارية بالتحديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة. دي كانت حلقتنا، إن شاء الله يوم السبت حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد من هذا البرنامج. إلى اللقاء.